وتالي 5 مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين، وأطفالنا يذبحون بهم ويهينون نسائنا. تصدر تصريحات معيبة، تصريحات والله خلنا نشكل لجنة دولية، يعني لجنة أمريكية. كافي كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف، كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية. وإذا هم ما قادرين، ترى العراق وحد يقدر يحط لهم حد، خلي ينطونا وصلة قاع مناسكة وهم بس يدعمونا من بعيد ويشوفون شلون نحط لهم حد في زمن قصير. يعني مو ننتظر عود يأتي يوما ليرفع الحصار حتى نقدر نحط لهم حد، لا، من هاليوم نقدر نحط لهم حد. وكل شيء ما نريد منهم، يريدون يقولون لا هذا شرف للجميع، وهم يعرفون شعب العراق عظيم وجاهز ايضا من هذه اللحظه لان يحط حد للصهيونيه. شو دعوه الاهانه بالعرب وهم يحملون عناوينهم؟ عيب على كل واحد يقول انا سيد شعبي، يعني رئيس الدوله يعني سيد الشعب. يقولون اسرائيل يعني امريكا، اي ولتكن، لتكن اسرائيل فوق امريكا، وشنو اللي يصير؟ مو هي امريكا الان هسه مو فوق اسرائيل على العراق؟ صار لها 10 سنين. راح يقولون حاصروكم وكذا، لا، مو هم حاصرونا، هم هذول هم اللي يقولون حاصروكم، هم اللي حاصرونا، العرب حاصرونا. الأموال الكويتية والسعودية وملك السعودية وشيخ الكويت هو الحاصرنا، والآخرين الذين يجاملون على حساب الحق أو يتملقون للمال معهما من العرب هم اللي حاصرون. تجي أمريكا غير تضرب؟ ما هي ضربت، ما هي ضربت، هي 33 دولة. ايش دعوة كانت اسرائيل على التلفزيون يومية تقتل بالعرب، واقصى تصريحات تطلع والله احنا نشجب. شنو تشجب؟ الحكي قول اسرائيل ترى اذا انتو ما تصيروا نوادم خلال 24 ساعة وتجرون سلاحكم تبعدوا عن الفلسطينيين، ترى أنا ما أقدر أقف بوجه إرادة شعبي. هذا إذا يريد يحكي دبلوماسية، إحنا ما نحكي دبلوماسية، إحنا نحكي مباشر. الحق يراد له حكي مباشر حتى يفهم. على العرب أن يصحوا، عليهم أن يصحوا. كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. العمل اللي يصير ضد شعبنا في فلسطين هو علينا كلنا، على كل واحد من عندنا.